بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعاشق له ثلاثة مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه قالوا يجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه. وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وأن لا يفشي إلى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس فيجمع بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضرراً على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب. وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999. وخبأ العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة، وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. العشق آفة صاب بها الإنسان، وسببه النظر، إطلاق النظر إلى ما حرم الله. كانوا في الجاهلية قبل الإسلام مبتلين بهذه الآفة، وشعراء العشق معروفون، والتغزل هذا موجود، والسبب في هذا هو عدم غض البصر وعدم تحفظ المرأة تسترها، وأسباب كثيرة. فلما جاء الإسلام وصان المرأة وجعل لها حواجز وضوابط، فإن هذه الآفة ارتفعت عن المسلمين، ارتفعت عن أهل الإيمان، لكن بقيت في أهل الفسق وفي أهل النفاق. ولكن من ابتلي بها فعليه بالمبادرة بعلاجها والابتعاد عن أسبابها، لعل الله أن يشفيه منها. تعالج بترك الأسباب التي أوقعته فيها. ثم الناس أيضا يتكلمون في من يرونه يميل إلى النساء ومن فيتكلمون فيه ولا يرحمونه، وقد يتهمونه، وهو السبب، هو الذي سبب على نفسه هذه الأمور. ولو أنه تعفف وأبعد نفسه عن أسباب الشر لما حصل له ما حصل. واليوم كما تعلمون تعري النساء ومخالطتها للرجال وظهورها في على الشاشات، هذا يعيد أمور الجاهلية،
بل أشد، الأشد من أمور الجاهلية. فالآفة خطيرة، افتتان الرجال بالنساء وافتتان النساء بالرجال آفة خطيرة، تقضي على العرض وعلى الدين وعلى الحياء وعلى المروءة. فيجب على القيمين على النساء أن يقوموا عليهن، لأنهن ضعيفات، فيحفظونهن من الوقوع في أسباب الفتنة، ويصونون أعراضهن عن الكلام، لأن الناس لا يرحمون، وأكثرهم يتكلم بالظنون والأوهام ولا يفكر فيما يترتب على كلامه من الإساءة إلى الآخرين. قصة الإفك ذكرها الله في القرآن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته كانت معه عائشة أم المؤمنين، كانت صغيرة، بينما هم قد باتوا في مكان من البر ثم أرادوا أن يرحلوا آخر الليل، كانت عائشة رضي الله عنها قد أصابتها حاجتها فذهبت تقضي حاجتها، ما درت أنهم سيرحلون، ذهبت تقضي حاجتها، فلما رجعت إذا هم قد رحلوا يظنون أنها معهم، لأنهم حملوا الهودج ووضعوه على العادة يظنون أنها فيه لأنها خفيفة، وظنوا أنها في الهودج ومشوا، فلما جاءت ولم تجدهم كان من حنكتها وعقلها أنها بقيت في المكان ولم تذهب هنا أو هنا، بقيت في المكان وأدركها النوم، نامت. بينما هي كذلك إذا هي تسمع بصوت يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا هو صفوان ابن المعطل رضي الله عنه كان متأخرا عن الركب ولحق بهم، فلما أبصر المكان وإذا فيه سواد، إذا فيه سواد، فجاء يستبرح ما هو هذا السواد، فإذا هي عائشة لأنه كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، فجعل يسترجع ماذا يفعل، هل ترون أنه يتركها تهلك تموت؟ المسألة مسألة إنقاذ، مسألة إنقاذ. فأناخ الراحلة لها ووطئ على يد الراحلة حتى ركبت، ثم قاد الراحلة بها وذهب بها ولحق بالركب، لحق بالركب. فلما علم المنافقون الذين يتلمسون على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وعلى عائشة، علموا بالواقعة جعلوا ينسجون الكذب عليها، يقولون إنها متواعدة معه وأنها. ومن غباوتهم أن الله فضحهم، لأن لو كان كما قالوا أنه متواعدة معه وأنه شيء مقصود، هل يأتي بها ويلحق بها الركب؟ فمجيئه بها ولحاقه بالركب دليل على براءته وعلى صدقه وعلى أنه محسن ومنقذ ومغيث لهذه المرأة، لو تركها لهلكت من الظما، ومن لأنها في مفازة في صحراء ووقت القيض شدة الحر. فتكلموا ولا يستغرب عليهم لأنهم منافقون يتلمسون الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته وآل بيته، يريدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم لهم من موقف مخزي غير هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بغريب من المنافقين، لكن تأثر بهم بعض أهل الإيمان، صدقوهم وتكلموا مثلهم،
فأنزل الله الآيات في ذلك. إن الذين جاءوا بالإفك، سماه الله إفكا، والإفك هو الكذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي تولى كبر هذه الجريمة. فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام ما أصابه، وأصاب عائشة من الهم ومن الحزن ومن الشيء الكثير، وبقيت أياما لا يرقى لها دمع، تبكي الليل والنهار. أذية، أذية، أذية لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذية لله ولرسوله ولأهل بيته. ثم أنزل الله براءتها، أنزل الله براءته. وهل أن الله جل وعلا يختار لنبيه امرأة لا تصلح له وأنها ليست عفيفة؟ هل يليق بالله؟ هذا تنقص لله سبحانه وتعالى، تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، تنقص لبيت رسول الله. فخيب الله ظنهم وفضحهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من تكلم من أهل الإيمان، أقام عليهم حد القذف. وأما المنافقون فلم يقم عليهم الحد، لأنهم لا ينفع فيهم الحد، لأنهم كفار، ولأن لهم قبائل تناصرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم درأ المفسدة التي تحصل من لو أقيم عليهم الحد. وفيهم كبيرهم عبد الله بن سبع بن عبد الله بن أبي بن سلول، كان رأسا في أهل المدينة وله مكانة، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الحد تطهير، هؤلاء لا يطهرهم الحد، والحد من مصلحة المؤمن أنه يقام عليه ليطهره، لكن هؤلاء خنازير ما يطهرهم الحد ولا يفيدهم شيئا. تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله فضحهم وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في ذمهم والطعن فيهم والإنكار عليهم. لكن الشاهد في قوله سبحانه وتعالى تقولون بما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكون الإنسان يتكلم وهو ما تثبت، لا سيما في مثل هذا الأمر، هذا ليس عند الله بالهين، هذا عند الله عظيم. وإن كان المتكلم ما يظن أنه، وهذا كثير يقع في الناس، ما يحسبون كلامهم حساب، ما يحسبون له حساب، يحسبون كلام راح، مع أنه مسجل عند الله سبحانه وتعالى وسيجازى عليه يوم القيامة. فهذه القصة فيها فوائد عظيمة، وفيها مواعظ، وفيها أحكام كثيرة، وفيها طهارة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطيبة المطيبة الصديقة بنت الصديق، التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والتي هي أحب نسائه إليه، وأبوها أحب الرجال إليه. فهم يريدون أنهم ينزلونها المكانة هذه، ولكنها زادتها رفعة، زادتها رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وزادهم الله ذلاً وانخفاضاً. لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم، فصار خيراً لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت شراً على المنافقين، وضرراً على المؤمنين الذين تكلموا، صارت ضرر عليهم.
وهكذا ينبغي للمؤمن أنه ما ينساق مع الناس ويحتي حتي الناس ويقول ما قال الناس، ينبغي يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا عن علم وفي حدود المصلحة، إذا كان الكلام فيه مصلحة، أما إذا كان ما فيه مصلحة يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعرض لتصديق كثير من أحسن الله إليك. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعرض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الغائش وهو الواسطة بين الغاشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصل، فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس يكون حياتها مانعة من غرضه، وكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. نعم، كم يحصل في سبب هذه الأمور واختلاط الرجال بالنساء في المجالس المريبة، كم يحصل من الشرور التي تفضي إلى القتل. أهل الفساد كثيراً ما يقتتلون، وهذه وقائع معروفة، إنهم يقتتلون في مجالس الفساد، يقتل بعضهم بعضاً لمنافسة بينهم أو لأجل غيرة فيما بينهم، أو كل واحد يريد أن يظفر بالفساد دون غيره، فيؤول الأمر إلى القتل وسفك الدماء. فهذا من مفاسد عدم تجنب مواطن الشر ومواطن الفساد ومجالس الفساق. نعم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بين رجل وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ نعم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار بالمسلم والاعتداء على حقه، نهى أن يبيع على بيع أخيه، نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ونهى أن يخطب على خطبة أخيه، ونهى أن تخبب المرأة على زوجها، أن يأتي شيطان مفسد فيقول لها للمرأة هذا الزوج ما يصلح، لا يصلح لك، كيف أنت صابرة عليه، هذا ما يصلح، فيه كذا وكذا، والمرأة تتأثر حتى يرخص عليها زوجها وتنفر منه ويحصل الفراق بينهما بغير حق إلا بسبب هذا المفسد. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، لأن هذا عدوان وإفساد. فالواسطة الذي يسعى في الفساد والقواد الذي يقود للفواحش هذا ملعون، كما أن الذي يسعى بين الراشي والمرتشي، الراشي الذي يأخذ الرشوة، الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذها، والرائش الواسطة بينهما،
كلهم ملعونون، ثلاثة ملعونون: الراشي والمرتشي والرائش. لماذا لعن الرائش الواسطة؟ لأنه هو الذي سعى بالفساد، وهو الذي سعى في دفع الرشوة التي هي سحت وحرام، وتعاون على الإثم والعدوان. فالمسلم يبتعد عن هذه الأخلاقيات الفاسدة، ويبتعد عن أن يكون سبباً في الإضرار بإخوانه بأي نوع من الإضرار، لا ضرر ولا ضرار. كما لا ترضى أن أحداً يضرك، كيف أنت تضر الناس؟ نعم. وعشاق الصور ومساعدهم من الدياثية لا يرون ذلك ذنباً. نعم. فإن طلب العاشق وصل معشوقه، فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد، فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد، ففي ذلك من إثم ظلم، ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يغب عليها. نعم. ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت فإن التوبة وإن أسقطت حق الله، فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة. من أفسد فراش زوج بفعل الفاحشة بزوجته، هذا لو تاب ما تعفيه التوبة من حق من ظلمه. التوبة فيما بين العبد وبين ربه، لكن حقوق الناس ما تسقط إلا إذا سمحوا بها أو دفعتها إليهم. هذا في الأموال أو في الكلام السيء، لكن فعل الفاحشة ما لا يمحي. لو تبت ولو اعتذرت يبقى أثرها ولا يزول، ولا يمحاها التوبة ولا يمحاها الاعتذار، لأنك أفسدت فراشا، ولأنك أدخلت أولادا على غير أبيهم من الزنا، ألحقت أولادا بغير أب، وخلطتهم مع محارمه، مفاسد كثيرة والعياذ بالله. فلا شك أن الزنا بذات الزوج أشد من الزنا بغير ذات زوج، وإن كان الزنا كله فاحشة ومقت وكله شر، لكن بعضه أشد من بعض. كما أن الزنا بالقريبة المحرم أشد، أن يزني ببنتها وأختها ومحارمه هذا أشد. كما أن الزنا من كبير السن أشد من الزنا من الشاب، لأن الشاب قد تغلبه الشهوة، لكن كبير السن ليس فيه شهوة قوية، ولكن وقوعه في الزنا دليل على أنه خبيث من غير دافع قوي يدفعه لذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: أشيمط زان. والأشيمط هو الذي بدأ فيه الشيء، لأن دافع الشهوة فيه ضعيف، وكونه يزني هذا دليل على خبثه، شدة خبثه، لأن ما فيه داعي للزنا لكبر سنه. وشيمط زان وعائل مستكبر، وهو الفقير الذي يستكبر، وش الدافع أنه يستكبر وما عنده مال؟ الغني يمكن أن المال يطغيه، لكن هذا ما عنده مال، فما السبب في كونه يتكبر؟ إلا أن طبيعته خبيثة. ومن جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هؤلاء الثلاثة توعدهم الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد من قوله شيمط وهو الذي بدأ فيه الشيب، لأن زناه أشد من زنا الشاب. نعم. فإن ظلم الوالد بإفساد ولده وفلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، فظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم. يعني لو أخذت ماله كله، عنده ملايين وأخذتها،
هذا أسهل من أنك تزني بزوجته، لأن المال مصيبة المال أخف من مصيبة العرض، لأن المال يروح ويجي، ولا أحد يذم لأن ما عنده مال أو أنه افتقر، ما يذم في هذا، لكن مصيبة مصيبة العرض اللي ما تمحي أبدا ولا تجي، إذا فسد العرض ما يرجع. فالمصيبة عظيمة في هذه الأمور، وإن كان كثير من الناس يتساهل فيها لكنها خطيرة وعظيمة. نعم. ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله. نعم. ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان الزنا بامرأة غائب، بامرأة غائب مسافر، فهذا أشد، هذه خيانة، ولا سيما إذا كان سفره من العبادة كالسفر للجهاد والغزو، ثم يأتي خبيث ويخرب زوجته، هذا أشد، هذا أشد أنواع الزنا، أن يزني بامرأة من يغزو في سبيل الله عز وجل. نعم. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي فما تظنون يبقى له من حسناته؟ خذ ما شئت، لو أخذها كلها ما يمنع، الذي أفسد عليه زوجته يوم القيامة يوقف له ويقال خذ ما شئت من حسناته، لو أخذها كلها ماذا يبقى له إلا النار. نعم. فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جاراً أو ذا رحم محرم تعدد الظلم فصار ظلماً مؤكداً لقبيل. الزنا بحليلة الجار أشد، لأن جارك ائتمنك ووثق بك، فإذا خنته فهذا أشد، الزنا بحليلة الجار أشد. ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك. قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، كما كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. القتل من حيث هو جريمة، لكن قتل القريب والولد أشد. قيل ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك، فالزنا بزوجة الجار أشد من الزنا بغيرها، لأنه قد ائتمنك وجاورك واطمأن إليك وله حق، حق الجار أوصى به الله عز وجل، فأنت تخونه في زوجته، هذا أشد خيانة للجار وإفساد لفراشه، خيانة للأمانة. ولذلك يحرم من الإنسان يتطلع إلى بيت جاره، يتطلع عليه وينظر فيه، هذا حرام ولا يجوز. حرام أنك تطلع على بيوت الناس وعلى العموم، وبيت الجار أشد، بيت جارك أشد، لأن هذه خيانة، ولأنه ملاصق لك وقريب منك، ولا يمكن أنه يتحرز منك، ما يمكن، معتمد على الأمانة، على أنك أمين. نعم. فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم محرم أو زنى بقريبته، زنى بذات رحم كأم زوجته أو بنت زوجته، أو زنى بأخته أو ببنته، هذا أشد من الزنا بالأجنبية. نعم. أو ذا رحم محرم تعدد الظلم فصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة. والآن يذكرون الآن إن مجالس
الشاشات وما يعرض والفضائيات وما يعرض فيها ما يعرض فيها من البغاء واللواط والعري إنه يسبب أنهم يتسافدون في المجلس اللي هم فيه، وأنه قد يعلو على أمه أو على أخته، لأنه يزول شعوره إذا رأى هذه المشاهد، يزول شعوره ويسكر في الشهوة، ربما يقع على من بجانبه ولو كانت أمه أو أخته أو بنته. نعم. ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه. نعم. فإن استعان العاشق على قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره بوائقه يعني غدره وخيانته. نعم. المفروض أن الجار يحامي ويحافظ على حرمة جاره ويدافع عنها ويعتبرها مثل حرمته ومثل زوجته، يدافع عنها، فكيف أنه يخون وأنه يعتدي؟ نعم. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر. نعم. وهذا يقع من السحرة اللي يتلاعبون بالمجتمع، إنهم يجونهم الفساق ويقول له حصل لي فلانه وأعطيك كذا وكذا، فيعمل السحر حتى تأتي هذه المسكينة بتأثير السحر تأتي لمن يريدها ويتمكن منها، عمل شيطاني. ولهذا يجب قتل السحرة وإبادة السحرة من المجتمع، لأنهم يفسدون في المجتمع ولا يجوز التساهل معهم. نعم. فإن لم يفعله الآن يعملون أشياء تجعل الشباب والشابات يسرعون إلى الفساد، لأنهم أثر عليهم السحر، تجدهم يسرعون إلى الفساد من غير شعور ومن غير إدراك، السحر سيطر عليهم. نعم. هذا من مفاسد السحرة في المجتمع، أنهم يفسدون الأعراض ويقربون بين الفساق وبين النساء ويربطون بينهم، ويعمل أيضا عمل آخر وهو أنه يبغض الزوجة لزوجها حتى يتمكن منها الفاسق الذي أغراه بذلك، يقول له شف زوجة فلان إن حصلتها لي أعطيتك كذا وكذا، فيعمل السحر فتنفر من زوجها وتأتي إلى هذا الفاسق فيفسد الفراش ويفسد النسل ويفسد. نعم. فالساحر مفسد في الأرض، يجب المبادرة بقتله ولا يستتاب. لا يستتاب، إذا أمسك ما يستتاب، يقام عليه الحد. نعم. فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر. نعم. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان، وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره. ولذلك تجدون الآن رواج الأغاني والمزامير هو من هذا الباب، لأن شياطين الإنس والجن علموا أنهم ما يحصلون على الشر إلا بواسطة هذه الأغاني الماجنة والعشق والغرام ووصف الخدود والقدود ووصف البنات ووصف ستجد الشعر مملوء بهذا، وينغمونه ويرددونه لأجل أنهم يغرون الشباب والأشرار، يغرونهم بالفاحشة. فهذه الأغاني هي من أسباب، بل هي سبب قوي في انتشار الفساد، أنه إذا سمع وصف هالمرأة ووصف جسمها ووصف خدها ووصف وهو فيه قوة شهوة
فإنه يندفع ويبحث عمن تنطبق عليها هذه الصفات. فهم ما جعلوا هذه الأغاني عبثا، إنما جعلوها لمقصد سيء وهو إفساد المجتمع. ولذلك حرم الله الأغاني والاستماع إليها لأنها شر. نعم. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى. نعم. فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا، فبقي كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وبغي، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من والعشق ما يقتصر على المعشوقة وإفساده الإفساد العاشق له، بل إنها تجلب له غيرها وتدعو غيرها من بنات جنسها. تجد البنت الفاسدة تفسد بنات الآخرين، وهذا شيء معروف وثابت أنها إذا فسدت البنت أفسدت كل من تتصل به من البنات. والآن توفرت وسائل الاتصالات، تتصل بالجوال، ترسل رسائل لبنات جنسها ولمن تعرفه من البنات، وتقرب بينهن وبين الشباب، فيحصل بذلك الفساد والاختلاط والشر. المسألة خطيرة جدا، والناس غافلون عن هذه الأمور، غافلون عن هذه الأمور. تطلع بناتهم وزوجاتهم، يروح للعمل، يروح للدراسة، ولا يدرون ماذا يحصل، على أن بس راحت تدرس ولا راحت وظيفتها وبس، ما يدرون إن الأمور، إن أهل الشر متحبلين لها ويتابعونه ويغازلونه ويرسلون له رسائل، ما يدرون عن هذا، أو يدرون ولا يبالون في هذا الشيء. حتى فسدت البيوت إلا من رحم الله، فسدت البنات إلا من رحم الله، فسدت الزوجات، كل هذا من تضييع النساء والبنات وعدم مراقبتهن وعدم متابعتهن، كثرة خروجهن. نعم. حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره، فإذا اختصم معشوقه وغيره. طيب، اللي بعد هذا وش بعد هذا؟ وكل هذا لا، اللي بعده فصل. صلى الله عليك. الشيخ رحمه الله يطيل الكلام في شيء واحد. نعم. طويل الفصل هذا. نعم. الفصل هذا طويل شوي. نعم. يكفي نقف على هذا وننتقل للفصل الذي بعده. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.